عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ هاني صحيح لاباس. نتمنى يا ربي يصيبكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم معكم فيديو جديد. الى عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. غنبدا معكم بسم الله على بركه الله. اليوم غنحضر معكم واحد الكيكه بارده ببيضه وحده. غنبداو بسم الله. عندنا واحد البيضه، عندنا نص كاس ديال السنيده، عندنا نص كاس ديال الزيت، عندنا كاس ديال الفرز، غنضيفو كاس حتى خصنا غنزيدو واحد شويه، عندنا واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلوه، عندنا واحد المعلقه كبيره ديال القشور ديال الحامض، وجوج معالق ديال الياغوت بالنكهه ديال الحامض، واحد جوج معالق ديال الحليب، جوج معالق كبار. غنبداو بسم الله على بركه الله. غنضيف هذيك البيضه هاد الإناء، نضيف نص كاس ديال السنيده. بالنسبه اللي بغى يدير هاد الخليط كامل هاد المقادير هادو في المونينيكس ويطربهم مزيان في المونينيكس، يطربهم اللي ما بغاش يطربهم في ايدو بحال هكا. نضيف على القريصه ديال الملح، صافي نطرب هادشي مزيان وعاش غنكمل التحضير ديالو. طرب هاديك البيضة مزيان هكا والسنيدة، من بعد ما طربتهم تيوليو بهاد الطريقة هادي، غنضيف هاديك نص كاس ديال الزيت وغنطربهم مزيان. نضيف هذوك جوج معالق ديال الياغوت في النكهه ديال الحامض، عندنا جوج معالق كبار ومعلقه ديال القشور ديال الحامض. نوحد جوج معالق كبار ديال الحليب، صافي. وغنطرب هادشي مزيان عاش غنبدا نضيف في الطحين. دابا غنبدا نضيف في الطحين بشويه بشويه، وغنشوف هاد الخليط شحال غيهز لك ديال الطحين. من بعد ما خلطنا مزيان نشوف دابا واش غنزيد طحين ولا لا. تنظن صافي هذاك الكاس كافي، ما غنزيدش. درت كاس ديال العنبه ديال الطحين، صافي. ضفت هذاك الكيس ديال الخميره، والخليط يجي على الطريقه هذه. دابا غندير واحد المول داير، عندي مول داير تيتحل من الجناب، دهنتو بالزبده ورشيتو بالطحين. نضيف فيه هذاك الخليط ديال الكيك، راه تيجي خفيف وتيجي مهوي من الداخل. صافي دابا غنضيفو في الفران، نحسب لي واحد 15 دقيقة راه دغيا تيطيب. من بعد ما غيطيب غنتلاقى معكم. من بعد ما طاب الكيك تيجي على الطريقة هادي. دابا حيدنا من الفران، تيجي مهوي وتيجي خفيف. دابا غنحيدوه ونخليو هاد الكيك حتى يبرد مزيان، وغندوزو باش نحضرو الكريمة اللي الطبقة التانية ديال هاد الكيك. كريمه غنحتاجو لها نص إطرو ديال الحليب، نص إطرو ديال الحليب نحتاجو. غنديرو بالنكهه ديال الكراميل والشوكولا، نحتاج فيها واحد 3 معالق ديال السنيده،
واحد جوج ثلاثة. بالنسبة لكانا غندير ثلاثة المعالق مع نضيف هداك الشكلاط كحل تا هو غيزيد يحليه. غنضيف واحد ثلاثة المعالق ديال النشا، واحد جوج ثلاثة. نضيف واحد الفلو ديال الكراميل، واحد الكيس ديال الفلو ديال الكراميل بدون سكر، غير كيس صغير صافي. وغنخلط هادشي مزيان حتى يندمجو داكشي ويدوب، وغنضيفو فوق البوطة وغنستمر في التحريك حتى يعقد هاد الكريمة هادي. من بعد ما ضفته فوق البوطة غنستمر في التحريك حتى يبدا يعقد لينا هاد الخليط هادي. غنضيف هذاك ملي بدا تيعقد الخليط غنضيف هذوك ثلاثه القطعات ديال الشكلاط، الشكلاط الاسود ثلاثه القطعات غنضيفهم على هاد الكريمه هادي، وغنستمر في التحريك حتى يعقد هاد الخليط وغنتلاقى معكم. من بعد ما عقد لينا هذيك الكريمه هادي غندوزو دابا غنكبوها على هاد الكريمه هادي الطبقه الثانيه. وهاد الكيك راه تيجي خفيف ما تنحتاجوش نسقيوه، مباشره تنكبو عليه الكريمه. الكريمه تجي واحد النكهه زوينه، واحد الريحه عاطيه ديال الكراميل والشوكولا، تجي مذاق زوين. دابا غنخليه حتى يبرد وغنتلاقى معكم. من بعد ما غيبرد غنزكنو بالياغوت ديال الشوكولاط اسود وشوكولاط ابيض، الفيرميسي غنزكنو حتى هو بين جنب. من بعد ما بردت الكيكه مزيان تنخليوها حتى تبرد وتشد في راسها. دابا غنحاولوا باش نحلوها من هاد المول ديالها، غندكزو واحد الموس من جناب غير بشويه، نحاولوا معاه باش نفكو هذاك المول، غنحاول معاه باش نفكو صافي. غنحيد هاد المول وغنزينها بالياغوت ديال الشوكولاط الاسود. وحبيبات ديال الشوكولاط ابيض والفيرميسي نضيف هذاك الشوكولاط داك الياغوت ديال الشوكولاط عفوا في الوسط بحال هكا، وغنبدا نسرح بالمعلقه بواحد الشكل دائري. نبدا دابا نسرح فيها بحال هكا، تنوزع داك الياغوت ديال الشوكولاط على الكيكه، واش غنبدا واحد الشكل دائري غنبدا ندكز عليه بالمعلقه بهذا الشكل هذا بحال هكا. غنستمر نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل هذه الكيكه هذه. كل واحد تيزين باش ما بغى. غنزين بدك الشوكولاط، غندير بحال هكا واحد الربعه بحال هكا في الوسط، عزلت هذوك الدوائر اللي شويه كبار غنديرهم في الوسط، والدوائر صغار غنديرهم في الجناب. غندير واحد شويه ديال البيرميسي في الوسط بحال هكا حتى هو، وفي الجناب صافي. غنستمر في الطريقه هذه حتى نكمل التزيين ديال هاد الكيكه، وغنتلاقى معكم في الشكل النهائي اللي غنتحصلوا عليه في الكيكه هذه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه، تيجي بهذه الطريقه هذه ديال كيكه بارده بجوج طبقات، راه تجي زوينه، تجي واحد المذاق هائل. غنقطع معكم واحد الطرف تشوفوا كي تجي من الداخل، راه تجي رطبه.
ونهز معاكم هالطريف تشوفوا. وهذا هو الشكل تيجي به الطريقة هذه من الداخل، راه تجي الكيك زوين، والفلو اللي فيه هذيك الكريمة اللي فيها تجي واحد المذاق، نعود لكمش عليه تجي رائعة، تجي به الطريقة هذا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكة تنتحصلوا عليه به الطريقة هذه. ولا عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا باشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، وبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء باش تعم فائده على الجميع، والقناه ديالي ان شاء الله تزيد لقدام. وبسلامه الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي، فرجه ممتعه وبالصحه والراحه.